لحد دلوقتي لسه منزل ريا وسكينة في الإسكندرية بيستقبل الزوار اللي عايزين يتعرفوا عن قرب عن حكاية ريا وسكينة اللي أصبحت جزء من التاريخ المحكي. بكل تأكيد يا بسنت، يعني مزار لكل حد بيروح إسكندرية. كمان تم توثيق هذه القصة من خلال الكتب والروايات اللي تحولت بعد كده إلى مسرحيات ومسلسلات تلفزيونية. قصة ريا وسكينة أصبحت جزءا من التاريخ المحكي الذي تتناقله الأجيال بمدينة الإسكندرية وفي مصر كلها. حكاية ريا وسكينة الذين قتلوا 17 سيدة في عشرينيات القرن الماضي لسرقة مجوهراتهم استحوذت على مخيلة الكتاب والروائيين الذين وثقوا القصة ووضعوها في قوالب أدبية في الكتب والروايات التي تحولت فيما بعد إلى مادة للترفيه في المسرحيات والأفلام والمسلسلات التلفزيونية. في حي اللبان بالإسكندرية تحول أحد المنازل الثلاثة التي اعتادت ريا وسكينة قتل الضحايا ودفنهم بها إلى مزار لجذب الزوار الفضوليين الراغبين في تفقد المنزل الذي شهد عمليات قتل وحشية. متولي محمد عبد العال يأخذ الزوار في جولات لشرح تاريخ المكان. ده أول بيت سكنت فيه سكينة لما جت من كفر الزيال، موتت هنا ثلاثة. بعد كده نقلوا راحوا حارة اسمها حارة النجا، موتوا فيها اثنين. بعد كده نقلوا في شارع علي بيك كبير، البيت اللي كان فيه 12 ضحية، الثلاث بيوت موتوا فيهم. هنا كراكون اللبان، هم كانوا ساكنين في ظهر الكراكون. احنا كأهل المنطقة بدأت ناس تجيلنا من بره، فهو كل اللي بيجي عايز يشوف البيت وصورهم. على قد ما قدرنا جبنا الصور دي وحطيناها في البيت على باب البيت زي ما انت شايف كده. سكان المنطقة حولوا واجهة المنزل المتهدم إلى معرض لصور الأختين وأزواجهم وأمر الإعدام الصادر من المحكمة وتذكارات أخرى.